مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ومتن الذيل في الضبط نظم الإمام المقرئ محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز رحمه الله. الحمد لله العظيم المينن ومرسل الرسل بأهدى سانني ليبلغ الدعوات للعباد ويوضحوا مهايع الإرشاد وخاتم الدعوات والنبوءة بخير مرسل إلى البريئة محمد ذي الشرف الأفيل صلى عليه الله من رسولي وآله وصحبه الأعلام من صادع الفجر عن الإظلام وبعد فاعلم أن أصل الرسم ثبات عن ذوي النهى والعلم جماعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق وذاك حين قاتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة وبعده جراده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعده اضطراب وكان فيما قد رأى صواب فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصاله في المصحف ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء منهن ما وراد في نص الخبر لدى أبي بكر الرضي وعمر وخبر جاء على العموم وهو أصحابي كالنجوم ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع إذ مانع السائل من أن يحدث في الأمهات نقط ما قد أحدث وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان والأمهات ملجأ للناس فمونع النقط للالتباس وواضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا أجلها فعلا كتاب المقنع فقد أتى فيه بنص مقنع والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلا وذاكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا فجئت في ذاك بهذا الرجز لخصت منه النابي لفظ موجز وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وباد وربما ذكرت بعض أحرف مما تضمن كتاب الموصف لأن ما نقاله مروي عن ابن لب وهو القيسي وشيخه مؤتمن جليل وهو الذي ضمان إذ يقول حدثني
يدري عن شيخه البغام ذي العلم بالتنزيل والأحكام. جعلته مفصلا مبوبا فجاء مع تحصيله مقربا، وحذفه جئت به مرتبا لأن يكون البحث فيه أقربا. وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي، منوعا يكون أو متحدا وغير ذا جئت به مقيدا. وكل ما قد ذكروه أذكر من اتفاق أو خلاف آثر، والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد راسموا. وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح ما عدان راسما. وأذكر التي بهن انفردا لدى العقيلة على ما وردا. وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت، وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته. لأجل ما قصى من البيان سميته بمورد الظمآن، ملتامسا في كل ما أروب عون الإله فهو الكريم. باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتيحة الكتاب. وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن. كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم، لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي. وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتاك الصادقين. ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات من سالم الجمع الذي تكر وراء ما لم يكن شديد أو إنه برا. فثبت ما شديد مما ذكرا وفي الذي هميز منه شهرا. والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما. وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات. وبعضهم أثبات فيه الأولى وفيهما الحذف كثيرا نوقلا. وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود قل وراسيات. رجاح ثبته وباسقات وفي الحواريين مع نحسات. أثباته وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين. ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات. وفي صراط خلفه وسوءات وعنهما روضات قل والجنات. وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين. ومقنع بآية للسائلين وأثبت التنزيل أخرى داخلين. وبعد واو عنهما قد أثبت
أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت وحوذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني والحذف عنهما بأكالون وعن أبي داود فعالون كيف أتى ووزن فعالين كلا وعنه ثبت جبارين وعنه حذف خاطئون خاطئين بغير أولى يوسف وخاسئين ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغين وفوق صاد قد أتت غاوين ومثله الحرفان من رعون وعنه والداني في طاغون ثبت وما حذفت منه النون فعنه حذف بالغوه بالغيه وصالح التحريم أيضا يقتفيه وللجميع السيئات جاء بآلف إذ سالبوه الياء وليس ما اشتريط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر وإنما ذكرته اقتفاء ثنانهم وبيهم اقتداء فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده ولفظ الغافلين ومتشاكسون ثم الخالفين والحامدون مثلها وسافلين وحاسرات غامرات قربات وحرف مطويات مع معقبات أورادها مولى المؤيد هشام وها هنا استوفيت في الجمع الكلام القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذاكره وحذفوا ذلك ثم الأنهار وابن نجاح راعنا والأبصار وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن قبري وما على لفظ أجل في الرعاد وأول النمل تمام العد واحذف تفادوهم يتامى ودفاع كذا بتنزيل فراشا ومتاع وعنهما الصعيقة الأولى أتت وعن أبي داود حيثما بدت مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين ديار أبواب إلا الذي مع خلال قد أولد فرسمه قد استحب بالألف والحذف عنهم في المساكين أتى والخلف في ثاني العقود ثابتا وحذفت دارأت مورهان حيث يخادعون والشيطان كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر وعنهما أصحاب مع أسارى ثم القيامة مع النصارى وبعد نون مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثم تهاؤنا وفي إسرائيل.
ثبت على المشهور لما سولب من صورة الهمز به كتبا وباتفاق أثبت داود إذ كان أيضا واوه مفقودا وما أتى وهو لا يستعمل فآلف فيه جميعا يجعل كقوله سبحانه طالوت يجوج ماجوج وفي جالوت وعن خلاف قل في هاروت هامان قارون وفي ماروت لكن بميكال اتفاقا حذفت مع أنها كلمة ما استعملت ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف منها ما نفي المرسوم وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك طغيان لموات كذا لابن نجاح وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة الكهف ونص الفرق قال كذار إبراهيم عن سليمان والبكر والشورى ونص المقنع بالحذف في الثلاث عن تتبعي وجاء أولى الروم بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور وكل ما بقي عنه فاحذفي ولفظ إحسان أتى في المقنع مع شعائر وجاء حلف ذيل في نص تنزيل بغير الأولين حيث أصابعهم والبرهان نكالا الطاغوت ثم الإخوان إياي حافظوا وباشروهن ثم ترى ضوات باشروهن كذا أصابتهم أصابتكم وما أصابكم لدى الثلاث كيفما ميثاق للإيمان والأموال أيمان للعدوان والأعمال ثم مواقيت أحاطت والدة ولي أبي عمرو من المعاهدة عاهد في الفتح وأولى عاهدوا وكل غالب نجاح وارد تجارة أمانته منافع غشاوة شفاعة وواسع شهادة فعل الجهاد غافل ثم مناسككم والباطل وطمن الداني منه المقنع وباطل من قبل ما كانوا معا مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان وفي الأخير الحذف من نداء رجاح عنهما ونحوما واحذف بوعدنا مع المساجد وعن أبي داود أيضا واحد وكيف أزواج وكيف الوالدين وفي العظام عنهما في المؤمنين وغير أول بتنزيل أتي كلا ولعناه بغير الأولين لكن عظامه له بالآلف وكل ذلك بحذف المنصف والحذف عنهما بهمز الوصل إذا أتى من قبل همز الأصل من نحو وأتوا فأت قل وفاسألوا وشبهه كنحو واسأل واسألوا وقبل تعريف وبعد لان كلا الذي للدار للإسلام وبعد الاستفهام إن كسرت كقوله يا
يدي أستكبرت ولاتخذت وابي خلف يرسم لابني نجاح في أفتخذتم وحذف بسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواتح وأغفل الداني ما في النمل فرسمه كهذه عن كل كذا وقاتلوهم في البقرة وقبله ثلاثة مقتفرا وآل عمران بها الأخير وفال قاتلوكم مأثور وموضع في الحج والقتال ثمان أحرف على التوالي أولى تشابها وإن تظاهر تظاهرون وكذا تظاهرا وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل والموصف الأسباب والغمام قل وابن نجاح ما سوى البكرين قد وما على من ذكره تتبع نجل نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح ونحو علام سوى قل إصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأول من غلام وكل حلاف غلاظ الله يهوى مثلها التلاقي مع علانية ثم فلان اللائم ولازب وأطلقت في منصف فالكاتب مخير في رسمها وحوذفت في مقنع خلائف حيث أتت كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث سلاسل وفي النساء وثلاث ثم خلاف بعد مقعدهم لكن أولئك وقل لا مستموا وفي الملاقات سوى التلاقي وفي غلامين وفي الخلاق وفي الملائكات حيث تاتي واللات ثم اللائي ثم اللاتي كذا إله وبلاغ و غلام والآن إلى في معا ثم سلام وكلهم في الجن لا نذاكروا بآلف حساب ما قد آثروا وأوكلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء فإن يكن ما بين لامين فقد حذيف عن جميع حيث ورد وما أتى تنبيها أو نداء كقوله هاتين يا نساء وليس هاؤم وهاتوا منها لعازم التنبيه فعلا منها ولفظ سبحان جميعا حذفا لكن قل سبحان فيه اختلفا وكاتبا وهو الأخير عنهما ومقنع لدى الثلاث مثلما وابن نجاح ثالثا قد أثبتا والأولان عنهما قد ساكتا واحذف يضعفها لدى النساء ومعه للداني سواه جائي وذاكر الخلف بأولى الباقرة ثم بحرف الحديد ذاكره ولي أبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق من آل عمران إلى الأعراف على وفاق جاء أو خلاف والحذف في المقنع في
الشيخ ضعافا وعن أبي داود جاء ضعافا يصالح أفواه وللضوان وعنهما مراغبا وسلطان مباركه ومقنع تبارك مبارك وابن نجاح بارك وعنه من صاد أتى مبارك ثم من الرحمن قل تبارك وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة وفي ثمانين ثمانية معا وفي ثمانيات أيضا جمعا ولي أبي داود والقناطير أعقابكم بليغة أساطير والفعل من نزاع أو تنازع أو الجدال قل بلا منازع فاحشة وعنهما أكابرا ومثله في الموضعين طائرا كذا ولا طائر أيضا جاء وإنما طائرهم سواء وقال طائركم في النمل وقبل في الإسراء تمام الكل إلا إناثا ورباع الأولى كذا قياما في العقود ناقلا وبالغ الكعبات قل والأنبياء فيها يسارعون أيضا راويا وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل وعنهما قاسية وفي الزمر وفي فرادى عن سليمان أثر ربائب كفارة يواري ميراث الأنعام مع أواري أثابكم أثابهم وواسعة كذا الموالي كيف جاءت تابعا ثم أحباؤه ثم عاقبه وآتوا حاجوني كذا وصاحبه جاهلة مع الفواحش وفي حرفي الإبكار وقل في المنصف عداوة وغير لولا وارد لابن نجاح ومع المقاعد ثم تراضيتم وآثرهم وهم على آثارهم كلهم كذا تعالى عاقدت والخلف لدى أريت وأريت معروف وجاعل الليل وأولى فالق وحذف حسبانا ولفظ خالق بمنصف وعامل والإنسان قد ضمن التنزيل قل والبهتان وجاء خلف فالق الإصباح عن الذي يعزى إلى نجاحي واحذف سكار عنه قل والولدان وعنهما في الحج جاء الحرفان وعنه في رضاعة النساء ومنصف بالموضعين جائي وعالم الغيب لكل بسبا ولي سوى الداني سواه نوسبا ما جاء من أعرافها لمريم عن الجميع أو لبعض نوسبا والحذف في التنزيل في بياتا وفي تشاقوني وفي رفاتا وفي تخاطبني وفي دراهم وفي استقام باخع وعاص ويتوارى وكذا أواه بضاعة وصاحبي حرفاه أسمائه رهبانهم موازين ومنصف بصاحبي يضاهي
الطاهون ولم يجد في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق المغارب كلا وقد جاء كذاك فيهما لدى المعارج ولكن عنهما وكاذب في زمر والكافر في الرعد مع مساكن تزاور وعن أبي داود ألباروهب ثم بغير الرعد أعناقوهم والمنصف الأدبار فيه مطلقا وفيه أعناقوهم قد أطلقا وعنهما ياءوا بأيام ألف مختلفا وليس بعده ألف والحذف في الأمثال في الميعاد وعن أبي داود في الأشهاد وباسط في الكهف والرعد معا ثم بها القهار أيضا وقعا ثم سرابيل معا أنكافا جدال نسطع وقل أثاثا لواقح إمامهم أذان بتوبة عاليها الألوان غضبان جاوزنا وفي صلصال وشفعاؤنا لهن تالي وجاء في الرعد ونمل عنهما ونابئ اللفظ ترابا مثلما ثم تصاحبني وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي ومقنع قرآن نولى يوسف وزخرف ولي سليمان احذفي والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء ثم الخبائث وخلف زاكية وعن أبي داود حذف غاشية يستأخرون غاب أو إن حاضرا بغير الأعراف وكل ذكرا بموصف وعنهما في ساحر في النكر غير الذاريات لاخر وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف وعنه في لساحران الحذف وعنهما في ساحران الخلف وعنه حذف حاش مع تبيانا معايش أضغاث مع أكنانا كذا رواسيا والاستئذان فعل المراودات والبنيان وذاك رداني وزن فعلا بآلف ثابتة كالعدوان ولي واطئ بخلف قد رسم لابن نجاح عن عطاء وحكم وعنه أيضا عن عطاء أملي حذف أذاقها بنص النحل وهكذا من مريم لصاد على اضطراد وبلا اضطراد تساقط احذف سامرا وباعد وعن أبي داود والقواعد ثم فواكه وفي أعمامكم وجاء في الأحزاب في أفواهكم أصنامكم كذا مع الأطفال أمثال انتازوا مع الأخوال شخيصة خميسة مقامع إكراههن شاطئ صوامع أصوات استأجره استأجرت ومنصف كادت متى رسمت وابن نجاح شاهدا إن نوصبا يا سامري
وتماثيل سبا مغاضبا والعاكف المعرفا وعنه لوثان جميعا حذفا ثم محارب وباضطراب في أدعيائهم لدى الأحزاب فاكهة واحذف له أساء ويتخافتون لم تراء وفاستغاثه كذا كروسما عنه كذا عبادته بمريما وعن أبي عمرو انفصال لقمان وعن أبي داود جاء الحروفان ولا تخاف دار كي يدافع الحذف عنهما بخلف واقع فناظره ثم معا بهاد فيها سراجا وبنص صاد وظلة ليكه وفي بقادر في الأولين الحذف مع تصاعد وحيث ما بقادر بالباء لابن نجاح جاء باستيفاء كذا حرام الأنبياء عنهما وهل يجازى ومهادا حيثما ولم يجئ مهادا عني لولا لابن نجاح إذ سواهنا قلا وعنهما في فارغا دارك وفي جذاذا قد أتت كذلك وأيها الزخرف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني ورسم لولا اختير في جاءنا وفي تراء عكس هذا بانا القول في المرسوم من صاد إلى مختتم القرآن حيث كاملا واحذف مصابيح معا وإدبار لابن نجاح خاشعا والغفار كذابا الأخير قل وعنهما أساوره أثارة قل مثل ما وأنت داركه وفي عبادي ثم له عبادنا بصادي أضغاننا الواح وفي لواقع وعنهما الخلاف في مواقع كذا ولكن ذاب أيضا يرسم بمقنع وعنهما عليهم بالحذف مع ختامه كبائر وابن نجاح واعيه بصائر كذا المناجاة له قد وقعت وخلف ريحان له في وقعت ومثله المرجان عنه قد رسم عن الخراسان عطاء وحكم وعنه في أقواتها قد حذف كذا النواصي عنه أيضا عرفا وما أتى في الذكر من خاش مع تمارناه مع كذبة في سورة العلاق قل والمنصف أطلاقه وابن نجاح يحذف أغانني الألقاب مع تفاوت ثم ينابيع حطاما قانت ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت القول فيما سالبوه الياء بكسرة من قبلها اكتفاء والياء تحذف من الكلام زائدة وفي محل اللام فاللام يؤتي الله ثم المتعال والداعي مع يأتي بهود ثم صال وغير أولى المهتدي والباني
وادي يسري فما تغني ووادي الوادي وكالجواب والتلاق والتناد ثم الجوار وينادي والمناد ونبغي في الكهف وهادي الحج والروم ثاني يونس ننج وما أتت زائدة فخافون وفارهبون واتقون واسمعون ثم أطيعوني تكلموني متى بيسقيني وتكفروني يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحييني وكذبوني وفي العقود اخشوني ما تستعجلون حضار أو غاب عقابي يقتلون دعاء إبراهيم مع تبشرون ثم تشاقوني دعاني تنظرون أشركتمون اعتازلون تقربون ليعبدون تفضحون ترجمون وغير ياسين اعبدون يحضرون أتاني الله ارجعوني يطعمون ترديني إن يردني مع إن تارني والتابع يعوني زخرف ومؤمني أولى من اتباعني فأرسلون ثم بهود تسألني ينقذون ثم تمدونني مع تتابعا يهديني في الكهف مع تعلما ومع لئن أخرتني وعيدي ما أبك دوني بغير مودي بشر عبادي لي يديني يؤتيا نذور مع أهانني وأكرما ثم نذيري ونكيري تشهدون تخزوني قد هداني مع تفندون إلى فيهم ثم عذابي صادي وفي المنادى نحو يا عبادي وثابتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر فصل وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأمين ثم النبيين وربانيين وأثبتوا الياء في عليين ورجح الداني حذف الأولى وابن نجاح قال الأخرى أولى ونحو يستحيي الأخير فاحذفي مرجحا إذ ساكنت في الطرف ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت لدى وليا وحيا يحييا لدى القيامة وفي لنحييا وجاء في يحييا إطلاق لدى عقيلة ولابن حرب وردا وهاك واوا ساقطت في الرسم في أحرف للاكتفى بالضم ويدعو الإنسان ويوم يدعو في سورة القمر مع سندعو ويمحو في حميم مع وصالح الحذف في الخمسات عنهم واضح فصل وقل إحداهما قد حذفت مما لجمع أو بناء دخلت كنحو ووريا ويستوون موؤودة داود والغاون ورسم لولا في الجميع أحسن وفي يسوء عكس هذا أبين باب ورود حذف إحدى اللامين وهو مرجح في ثاني الحرفين في الليل واللائي التي واللاتي وفي الذي بأي لفظ ياتي وماك حكم الهمز في المرسوم وضبطه بالسائر المعلوم فأول بآلف يصور وما يزاد قبل لا يعتبرون
نحو بأن واس ألقي وفإن وبمراد الوصل بالياء لئن ثم لألا مع أئفكا يومئذ أئن مع أئنكم وحينئذ أئن أئن الأولان وكذا أئمة والمزن فيها آهذا وهؤلاء ثم يذن أما وأنبئ بواو حتما فصل وما بعد سكون حذفا ما لم يك الساكين وسطا آلفا كملء يسألون والنبي شيئا وسوءا ساء مع قروء إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بآلف في رسمها وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن السلف وموئلا بالياء وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف كقوله دعاؤكم وماؤكم ونحو أبنائهم نساؤكم وحاذف البعض من أولياء مع مضمر وآلف البناء رفعا وجرا وجزاء يوسف في المقنع الهمز قليلا حذفا ونص تنزيل بهذه الأحرف أعني جزاؤه بغير آلف فصل ومما قبلها قد صورت ساكينة وطرفا إن حركت كبادأ الخلق ونبئ يبدئ جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤ والحذف في الرؤيا وفي الدارأتم والخلف في امتلأت واطمأننتم فصل وفي بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زادوا آلفا فعلماء العلماء يبدأ والضعفاء الموضعان ينشأ وشفعاء يعبأ البلاء ثم بلا لام معا أنباء جزاء الأولان في العقود وسورة الشورى من المعهود ومثلها لابن نجاح ذكر في الحشر والداني خلافا آثرا وعنهما أيضا خلاف مشتهر في سورة الكهف وطه والزمر وما عؤول المؤمنين المالأ في النمل عن كل ولفظ تفتأ وبوراء ما عو دعاء في الطول والدخان قل بلاء ويتفيأ كذا ينبأ وفي سوى التوبات جاء نابأ ثم تفيكم شركاء يدرأ وشركاء شارعوا وتضمأ وآتوكأ وما نشاء في هود والخلاف في أبناء وعن أبي داود أيضا ذكر في لفظ أنباء الذي في الشوارى وفي ينبأ في العقيلة ألف وليس قبل الواو فيه الناء ألف فصل وإن من بعد ضمة أتت أو كسرة فمنهما إن فوتحت كمئة وفيئة وهوزاء ومولئت مؤجلا وكوفؤا وبعد كسر إن أتت مضمومة كذاك أيضا أحرف معلومة نحو ننبئوهم أنبئك وبابه وقوله سنقرئك
وكيف ما حريك ثوما قبلها في غير هذه فلاحظ شكلها كيائسوا وسئلت يذراؤكم وسألوا بارئكم يكلاؤكم وإن حذفت في اطمأنوا فاحة وفي اشمأزت ثم في لأملأن وعن أبي داود أيضا أوثر أطفاءها واختار أن يصورا وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين كقوله آمنتم آباءكم وآله خاسئين جاءكم رئيا ألقيا وفي آبائيا تؤوي مآب وكذا دعائيا مستهزئون السيئات ملجأ مآرب النآر آتبوأ إذ راسموا بآلف النآر لكن يا أنفي رأى من ما رأى وأثبتت في سيئا والسيئ سيئة هيئ وفي يهيئ لكن في السيئ لغاز صورا هيئ يهيئ آلفا وأنكرا وهكما زيد ببعض أحرف من واو لو من ياء لو من آلف فمئة ومئتين فرسما بآلف للفرق مع لا أذبحا وما علاكن لشيء واهما في الكهف وابن وأناق حيثما لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم لأوضعوا وابن نجاح ناقلا جئال أنتم لا أتوها لا إلى وجاء أيضا لا إلى جاء مع لدى العقيلة وكل نسمع إذا يكون لي أهب ونونا لداك أي راسم التنوينا وزيد بعد فعل جمع كعدلوا واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا لكن من باء تبوأوا رووا إسقاطها وبعد واو من سعوا في سابئ ومثلها إن فاءوا عتوا عتوا وكذاك جاءوا وبعد واو الفرد أيضا ثابتت وبعد أن يعفوا ومع ذو حذفت ولؤلؤا منتصبا يكون بآلف فيه هو التنوين وزاد بعض في سواد الشكل تقوية للهمز أو للفصل فصل وياء زيد من تلقاء وقبل ذي القربى أتى إيتاء وقبل في الأنعام قل من نابئ وما خطبت من مضاف ما لئ بأيكم أو من ورائي ثم من آلاء مع حرفي بأيد آفئ والغاز في الروم مع اللقاء والياء عن كل بلفظ الله فصل وفي أولي أولو أولاك واو وفي أولئك كيف ياتي وعن خلاف سأريكم دون بين ولا أصلبنكم في الآخرين وهكما بآلف قد جاء والأصل أن يكون رسما ياء وإن عن الياء قلبت آلفا فارسمه ياء واسطا أو طارفا نحو هداهم وهواه وفتى هدى عمن يا آسفا يا حسرتا
عسى ثم رمى استسقاه أعطى واهتدى طغى من استعلى وولى واعتدى وما بي شبيه كاليتامى إحدى وأنثى وكذا الأيام إلا حروفا سبعة وأصلا مطاردا قد باينت ذا الفصلا فالأحرف السبعات منها الأقصى ومثله في الموضعين أقصى ومن تولاه عصاني ثم سماهم في الفتح مع طغى الماء وزد على وجه تراء ونأى وما سوى الحرفين من لفظ رأى إذ رسمت بآلف والأصل لدى الثلاث الياء إن ما تبلو كذاك كلتا ما عتت را بالألف ثم بنخشى أنجنا قد اختلف وفي تقاته كذاك يرسم لكنه حذيف عن بعضهم والأصل ما أدى إلى جمعهما ألو على الأصل بياء رسما كقوله الدنيا ورؤيا أحيا إلا وسقياها ولفظ يحيا وفي العقيلة أتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها وعنهما قد جاء أيضا بالألف كنحو هذه وعن بعض حذف كحذفه الهدايا مع محيايا وحذفهم بشرايا مع مثوايا وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم والخلف في التنزيل في أحياهم ثم تأحياكم وفي محياهم ثم به في فصلت أحياها والحذف دون الياء في عقباها ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها كذا أوصاني وذكر التنزيل أيضا كلمة بآلف أو ياء أو دونهما أتاني الكتاب واجتباكم كذاك في النحل اجتباه يرسم ولن تراني معه تراني بآلف أو ياء الحرفان والياء عنهما بما قد جوهلا أصلا بكلم وهي حتى وائلا أن في الاستفهام قل ثم على حرفية ومثلها متى بلا وفي لدى في غافر يختلف وفي لدى الباب اتفاقا آلف وابن نجاح قال عن بعض أثر تعسى بياء وهو غير مشتهر القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء والياء في سبع فمنهن ساجا ذاك وفي الضحى جميعا كيف جاء وفي القوى جاء وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها ولم يجئ لفظ القوى في مقنع ومن عاقلات وتنزيل نوع وألحق العولى بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل وهكا واوا عوضا من آلف قد وردت رسما ببعض أحرف والواو فيما نتاو
والنجاة وحرفي الغداة مع مشكات وفي الربا وكيف ما الحياة أو الصلاة وكان الزكاة ما لم تضفهن إلى ضميري فآلف والثبت في المشهور وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع آلف كاسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه باب حروف ورادت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل ألا يقول وأقول فصيلا ثم معا بهدى ليس الأولى وتوبة والحج مع ياسين وفي الدخان مع حرف نونا والامتحان وكذا كروي عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء فصل وغير النور مما ملكت وفي المنافقين مما قطعت والخلف للداني في المنافقين ولأبي داود في الروم أبين وقطعوا من مع ظاهر مع إنما من قبلي توعدون الأولى عنهما وعمان الحرفان قل وعم مأنوه وفي الرعد آتى وإما كذاك أن لما عائل لم فوصيل إلا فإن لم يستجيبوا لولا ومع غانمتم كثرت بالوصل وإنما عند كذا في النحل لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال وأنما تدعون عنه يقطع ثان وبالحرفين جاء المقنع فصل وأما قطعوه في النساء أما خلقنا ثم أما أسيسا كذا كأما رساموا في فصيلت ومثلها ولا تحين شهرت فصل فما لهؤلاء فاقطع ما للذين ما لهذا الأربعة وحيثما ثم بطول يوماهم والذاريات وكذا قال ابناهم فصل وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف رسموا لكن في النساء قبل رد وجاء أمة بخلف عد وكلما ألقي أيضا نقيل واختار في تنزيله أن يوصلا والخلف في المقنع قبل دخلت وظاهر التنزيل وصل إذ ساكت فصل وفيما وحيد وعشارة فيما فعلنا ثانيا في البقرة وواسط العقود حرف ومع في سورة الأنعام كل قطع والأنبياء والشعراء ووقعت والنور والروم كذاك وقعت ومثلها الحرفان أيضا في الزمر وخلف مقنع بكل يستقر وخلف تنزيل
بغير الشعارى والأنبياء وقطعهما إذ كثورا القول في وصل حروف رسمت على وفاق اللفظ إذ تألفت فأينما في البكر والنحل فاصل وفي النساء عن سليمان نوقل وعنه أيضا جاء في الأحزاب وذاني للداني بالطراب وعنهما أيضا خلاف أثير في موضع وهو الذي في الشعراء فصل وقل بالوصل بئس ما اشتروا وعن أبي عمرو في الأعراف رووا وقل فوه لابن نجاح رسيما وعنهما كذاك في قل بئس ما فصل لكي لا جاء من ذا الباب في الحج والحديد والأحزاب ثاني وعن خلف بآل عمران وباتفاق وكأن الحرفان فصل واصل ألما عن في الكهف وفي القيامات بغير خلف كذاك في المزمل الوصل ذكر في مقنيع عن بعضهم وما شوهر فصل وربما وممن فيما ثم أما نعم عما صل ويبنى كالوهم أو وذانوهم مما خلق مع كأنما ومهما وهكا ما لظاهر أضفت منها تأنيث وخط ورحمة بالتاء في البكر وفي سورة الأعراف ونص الزخرف معا وفي هدى أتت ومريم والروم كل باتفاق رسما كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبها إن شهرت فصل ونعمة بتاء عشرة وواحد منها آخر البقرة وآل عمران تعد واحدة ومع إذ هم بنص المائدة ثم بإبراهيم أيضا حروفا لا أولا وفاطر ولقمان ثم ثلاث النحل عن الأخرى وواحد في الطور ليس أكثرا نعمة ربي عن سليمان روس عن ابن قيس وعطاء وحكم فصل وسنة ثلاث فاطر وقبل في الأنفال ثم غافر فصل وأحرف كذاك رسمت منها ابنة وفي الدخان شجرت وامرأة سبعتها وقرة عين كذا باقية وفطرة ثم فنجعل لعنة ولعنة في النور قل والمزن فيها جنة ومعصية معا وفي الأعراف كلمات جاءت على خلاف فرجح التنزيل فيها الهاء ومقنع حكاهما سواء قد انتهى والحمد لله على ما منى من إنعامه وأكملا في صفر سنة إحدى عشرة من بعد سبع مئات للهجرة
خمسين بيتا مع أربع مئة وأربعا تبصيرات للنشاء عسى برشدهم به أن أرشاد من ظلام الذنب إلى نور الهدى بجاه سيد الورى الشفيع محمد للمحكي الرافيع صلى عليه ربنا عز وجل وآله ما لاح نجم أو آفل. هذا تمام نظم رسم الخط وها أنا أتبعه بالضبط كيما يكون جامعا مفيدا على الذي ألفيته معهودا مستنبطا من زمان الخليل مشتهرا في أهل هذا الجيل فقلت طالبا من الوهاب عونا وتوفيقا إلى الصواب القول في أحكام وضع الحركة في الحرف كيفما أتت محركة ففتحة أعلاه وهي ألف مبطوحة صغرى وضم يعرف وكذا أمامه أو فوق وتحته الكسر يا أن تلقى ثم إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبينا وإن تقف بآلف في النصب هما عليه في أصح الكتب سواء إن رسم أو إن جاء وهو ملحق كنحو ماء وإن يكن يا أن كنحو مفترى هما على الياء كذا النص سرى وقيل في الحرف الذي من قبل حسب ما اليوم عليه الشكل وفي إذن ثم تنون إن تخف لا نسفعا ولا يكونا في الآلف وقبل حرف الحلق ركبتهما وقبل ما سواه أتبعتهما والشد بعد فيه جاري لم نرى وغيره فعريه كيف جرى هذا إذا أبقى قيت عند الياء والواو غنة لدى الأداء كما كباقي الأحرف المعرات من غير فرق ولدى النحات الفرق بين مدغام ومخفى هذا مشدد وهذا قف وعوضا إن شئت ميما صغرا منه لباء إذ بذاك يقرا وحكم نور سكنت أن تلقي سكونها عند حروف الحلق وعند كل ما سواها تعرى وإن تشأ صورت ميما صغرا من قبل باء ثم شد يلزام في كل ما التنوين فيه يدغام والواو والياء إذا أبقيت غنتها عندهما أثبت علامات التشديد والسكون إن شئت أو عريهما والنون وكل ما اختلس أو يشم فالشكل نقض والتعري حكم
أمو وعوضن الفتحة المماله بالنقط تحت الحرف للإمالة أو عره والنقط في إشمام سوئا وسوئته ومن أمامي القول في السكون والتشديد وموضع المط من الممدود فدارة علامة السكون أعلاه والتشديد حرف الشين ويجعل الشكل كما قلناه أمامه أو تحت أو أعلاه وبعض أهل الضبط دالا جعله يكون إن كان بكسر أسفله وفوقه فتحا وفي انضمامه يكون لم تراء من أمامه وطرفاه فوق قائمان وفي سوى الأعلام نكسان من غير شكلات لما تنزل منزلها والبعض منهم أشكالا كأول وبعضهم في الطرف وفوق واو ثم يا وآليف همز بعدها تأخر أو ساكن أدغم أو إن أظهر كذلك ورش مثل يا شيء في مده ونحو واو السوء وإن تكن ساقطة في الخط ألحقتها حمرا لجعل المط وإن تشأ الحاقها تركت ومطة موضعها جعلت ومثل هذا حكمها يكون إن لم يكن همز ولا سكون في كل ما قد زدته من ياء أو صيلة آتتك بعد الهاء كباقي ياس نحوي لا يستحي كقوله أنت ولي يحيي القول في المدغام أو ما يظهر فمظهر سكونه مصور وحرك الحرف الذي من بعد حسب ما يقرأ ولا يشد وعر ما بصوته أدغمته وكل حرف بعده شددته ثم الذي أدغمت مع إبقاء صوت كطاء عند حرف التاء صور سكون الطاء إن أردت وشددن بعده حرف أو عري إن شئت كلا الحرفين والأول اختيرا من الوجهين القول في الهمز وكيف جعل محققا ورادا أو مسهلا فضبط ما حقق بالصفراء نقط وما سهل بالحمراء وذل الذي ذكرت في المسهل سهل بين أو بالبدل إذا تحرك ففي مؤجل وبانيه من فوقه إن أبدل وهكذا بآليف من لي أهب لمن إلى الياء قراءة ذهب والحكم في أخراه ما كالحكم من بعد كسر ورادت أو ضم وإن تشأ صورت همزا أولا واوا ويا حمران من قد سهلا أولاهما لدى اتفاق الهمزتين إن جاءتا بالضم أو مكسورتين
وكلما وجدته من نبر من غير صورة فضعف السطر وما بشكل فوقه ما يفتح مع ساكين وما بكسر يوضح من تحت والمضموم فوقه ألف لكنه بواسط من الألف ثم امتحن موضعه بالعين حيث استقرت طعه دون مين كعمل في آمان والسوع في السوء والمسيء كالمسيع وخص في العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة وكل ما من همزتين ورد في كلمة بصورة قد أفردا فقيل صورة للولا منهما وقيل بل هي إلى فانيهما وذا الأخير اختير في المتفقين وأول الوجهين في المختلفين ففي اتفاق تجعل المبينة من قبلها وفوقها الملينة وفي اختلاف فوقها الصفراء ونقطة أمامها حمراء وإن تشأ فاجعل هنا ما سهلا واوا بنحو قوله أو انزلا والياء في الباقي من المختلف حمراء وآلهاتنا في الزخرف وقوله آمنتم مستفهما الحكم فيه إنك ما تقدما لكن بعد آلف ألحقت حمراء مثل هذه إن أنت جعلت هذه هي الملينة وإن جعلتها هي المسكنة فالآلف الحمراء قرن ألحيقا وانقطع عليها أو بنقط عويضا وإن يكن مسكن من قبل صح فحكمها لورش النقل تسقيطها من بعد نقل شكلها وجرة تجعل في محلها وقبل ذي الكحلاء أيضا تجعل حمراء على مذهب من قد يفصل لدى اتفاق واختلاف بعده وإن تشأ عوضه ما بمده وهمز آلانا إذا ما أبدلا وبابه مط عليه جوعلا ولك في أنت أن تعتبره وبابه ولا تقس شاءً شارًا القول في الصلاة عند الوصل وحكم الابتداء ثم النقل فصيلة للحركات تتبع ففوقه من بعد فتح توضع وتحته إن كسرة وواسطه إن ضمة كذا أتت مرتبطة وإن تنون تحته جعلت وواسطا إن ثالثا ألزمت ضما ووضع ضبط الابتداء نقط كوضع الشكل بالخضراء أمامه إذا بضم ابتدأت وفوق إن فتح وتحت إن كسرت وحكمها لوضعهم في النقل كحكمها في آلفات الوصل ففوقه
أو تحته أو واسطا في موضع الهمز الذي قد ساقطا. فإن أتى من بعد همز آلف فقبله محل همز تألف. القول في النقص من الهجاء إن شئت أن تلحق بالحمراء. أول ما الثاني به قد دخل علامة للجمع أو أن أصلا. نحو النبيين تراءى ثم ما أولاهما ضمت ففي الثاني كما هذا كيلونا وإن شددت كنحو الأميين والتزمت. أن تلحق الأخرى إذا ما حذفت فيما به أولاهما قد ساكنت. وإن حذفت ما عليه بني اللفظ نحو قوله ما وريا ففيه تخيير لدى الإلحاق. وإن تكن الأولى فباتفاق. عكس هذا جاء في جاءنا وحذف آخر به استبانا. وألحقن آلفا توسطا مما من الخط اختصارا ساقطا. وما بواو أو بياء كتب عن واو أو عن حرف ياء قلبا. وإن تطرفت كذا تكون ما لم يقع من بعدها سكون. وما على من ألحقت يمناه لأسفل من منتهى أعلاه. ما لم تكن بواو أو ياء أتت وقيل يمناه بكل ألحقت. لكن من اسم الله رسما حطا واللات بالإلحاق فرقا خط. وألحقا ألف إذا رأتم والياء من إيلافهم وترسم. ثانيا ننجي يوسف ولم بيا حمراء وأولا بباب حاليا. واختير ترك لحق تؤوي رؤيا وألحق ولياء واوا أويا. إن شئت في اتصاله بمضمري وهمزه في الخط لم يصوري. قياسه جزاؤه في يوسف لكن في نصوصهم ما أولفا. ونون تأمنا إذا ألحقته فانقط أماما أو به عوضته. القول فيما زيد في الهجاء من آلف أو واو أو من ياء. فكل ما الأليف فيه أدخل كقوله لأذبح الملائلة. وشبهه مما بقي فالمتصل باللام صورة وقيل المنفصل. وزيد ما في مئة وجيء وتيأس وشبهه مجيئا. وبعد واو الفرد ثم تفتأ وبابه وفي الربا وفي امرؤ. وزيد أيضا ياء من آناء وبابه والواو في أولاء. وآخر الياءين من بأيدي للفرق بينه وبين الأيدي. فدارة تلزام ذا المزيد من فوقه علامة أنزيدا. وشدد الثاني من بأيكم وعر أولا لما قد يدغم. القول فيما جاء في اللام ألف الحكم في الهمزات منه مختلف. فقيل ثانيه وقيل الأول وهمز أول هو المعول. ومده إن كان ما يمد لأجل همز كائن من بعد. إذ أصله حرفان نحو يا وما فغفر خطا كما قد رسما. وإن يكن ذا الهمز في نفس الألف فحكمه كما مضى لا يختلف.
وبعد لام آلف إن رسما مؤخرا وقبل إن تقدما. وكل ما ذكرت من تنوين أو حركات ومن السكون والقلب للباء وما للهاء من صيلة من واو أو من ياء ونحو يدعو الداعي والتشديد ومطة ودارة المزيد ونقط تأمنا وما يشم مع الذي اختلسته فالحكم أن تجعل الجميع بالحمراء هذا تمام الضبط والهجاء. محمد جاء به منظوما نجلو محمد بن إبراهيم الأموي ناسبا وأنشأه عاما ثلاث معها سبعمائة عداته أربعة وعشرة جاءت لخمسمائة مقتافرة. فإن أكن بدلت شيئا غلطا مني أو أوفلته فساقطا فالدارك موقنا ولتسمح فيما بدا من خالل ولتصفح. ما كل من قد أم قصدا يرشد أو كل من طلب شيئا يجد لكن رجائي فيه ألا غير فما صفا خذ واعف عما كدرا. ولست مدعيا الإحصاء ولو قصدت فيه الاستقصاء إذ ليس ينبغي اتصاف بالكمال إلا لربي الكبير المتعال. وفوق كل من ذوي العلم عليم ومنتهى العلم إلى الله العظيم. كيف وما بكري سوى ما اشتهر عن جلهم وما إليه ابتدرا إلا يسيرة سوى المشتهرة أوردتها زيادة وتذكرة. فالحمد لله على إكماله وما به قد من من إفضاله حمدا كثيرا طيبا مجددا متاصلا دون انقطاع أبدا. وانفع به اللهم من قد أما إليه درسا أو حواه فهما واجعله رب خالصا لذاته وقائدا بنا إلى جناتك عساه دائما به ينتفع ليوم لا مال ولا ابن ينفع. ويا إلهي عظمت ذنوبي وليس لي غيرك من طبيبي فامنن علي سيدي بتوبة عسى الذي جنيته من حوبة يذهب عني وإليك روبتي في الصفح عن مقترفي وزلتي وحجة لبيتك الحرام ووقفة بذلك المقام. واغفر لوالدي ما قد فعل من سيء رحمك يا رب العلا وارحم بفضل منك من علم منا كتابك العزيز أو أقرأنا. بجاه سيد الورى المؤمل محمد للشرف المؤفل صلى الإله ربنا عليه ما حن شوقا دانف إليه. الإعلان بتكميل مورد الظمآن نظم الإمام المقرئ عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله
بحمد ربه ابتدى ابن عاشري مصليا على النبي الحاشري. هكذا وائد لمورد تفي بالسبع معه من خلاف المصحف. المدني والمكي والإماني والكوفي والبصري معا والشامي. فارسم لكل قارئ منها بما وفاقه إن كان مما لازما أو بمخالف خلافا اغتفر وكن في الإجماع من الخلف حذر. وما خلا عن خلفها فمفرد كنافع لكن يراعى المورد. ووفقا بالرسم ممكن الوفاق كذي يسوء ورؤوف لا شقاق. من سورة الحمد للأعراف عرفا فيا إبراهيم في البكر احذفا. لغير حرمي وقالوا اتاخذا يحذيف شام واوه أو صاخذا. للمادنيين وشام بالألف يقاتلون تلو حق مختلف. والمكي والعراق واوا سارعوا بالزبور الشامي بباء شائع. كذا الكتاب بخلاف عنهم والشام ينصب قليلا منهم. واوا يقول للعراقي فزر والمادنيان وشامي يرتدد. للدار للشام بلا من واهنا قد هذا فالكوفي تاء أنجيتنا. وشركاؤهم ليردوهم بيا للشام في محل همز أبديا. في ساحر العقود معه دختلف وأول بيونس كذا ألف. من سورة الأعراف حتى مريم تذكرون الشام يا أن قدما. واو وما كنا له أبينا بعكس قال بعد مفسدين. بكل ساحر معا هل بالألف وهل يلي الحاء أو قبيلها اختلف. بالآلف الشامي إذا جاكم ومن مع تحتها آخير توبة يعن. للمك والذين بعد المادني والشام لا واوا بها فاستابني. كلمة الثاني بيونس هما بالتا وفي العراق بالهرتوسما. وفي يسيركم ينشوركم للشام قل سبحان قال قد غسم. له وللمكي ثم منهما منقالبا منها العراق راسما. معا خراجا بخلاف قد أتى وفا خراج للجميع أثبتا. مكان لي للمكنون ثانيا والكل آتوني معا بغيريا. من مريم من لصاد قل ذا الأول في الأنبياء للكوف قال يجعل. في قال كم مع قال إن عكس جرى لا واو للمكي في ألم يرى. في المؤمنين آخري لله زد للبصر والإمام همزا اعتمد. والمكي أولى نزل الفرقان ويأتي من نمل نونا ثاني. وحاذرون فارهين الآلف يثبات في بعض وبعض يحذف. في وتوكل عوض الواو بفا للمدني والشام والواو احذفا. للمك من وقال موسى وألف لؤلؤ فاطر بخلف قد ألف. ما عاملته الهالك في النكر
كبا وآلف الظنون للكل اكتبا من صادر الختم فخلفها أتى في عبده تالي بكاف وابتا كلمة الطول وتأمروني أعبود للشام مزيد نوني أشد منهم هاءه كافا قلب والكوف أو أن يظهر الهمز جلب واسطى مصيبة بمحذ الفاء للمدني والشام ثم هاء في تشتهي زاد وحسنا رسما في الكوف إحسانا فأحسن بهما في خاشعا باقتربت قد اختلف وواو ذو العصف بشامي ألف وإثر شين المنشآت الآلف وفي العراق الياء منها خالف ويا أفاني ذي الجلال الشامرد واوا وضم النصب في كلا وعد واحذف ضمير الفصل منه والغني من مصحف الشام كذاك المدني وخلف قال إنما أدعو أولفاني قوارير ببصر مختلف ولا يخاف عوض الواو بفاء للمدني والشام والآن وفاء فالحمد لله على حسن الختام وللنبي أنهي صلاتي والسلام.